صباح الخير يا ريس. الحمد لله على السلامة يا حكيم. الله يسلمك يا ريس. صديق تعال اقعد. خير يا جمال؟ أنا أول ما وصلت لي الإشارة جيت على طول. حكيم أنا جات لي معلومات إن في تنظيم من 37 ضابط سوري من قادة الأفرع الرئيسية بيجتمعوا بشكل سري بيحضروا الانقلاب ضد الوحدة. جات لك المعلومات دي؟ المعلومات دي وصلت لك من مين بالظبط يا جمال؟ مش مهم وصلت من مين يا حكيم، المعلومات نفسها هي المهمة. واللي بلغك المعلومات دي يا ترى ما قالكش مين زعيم التنظيم؟ هتتفاجئ لو قلت لك. ما بحبش المفاجآت، بس مين يا جمال؟ مدير مكتبك ورئيس شؤون الضباط عندك عبد الكريم النحلاوي. المعلومات دي غلط يا جمال، والغرض منها إثارة البلبلة والإساءة للوحدة. يعني المشكلة اللي سافرت عشانها سوريا اتحلت خلاص؟ تقريبا. تقريبا يعني ايه يا حكيم؟ اتحلت ولا ما اتحلتش؟ معظم الضباط تراجعوا عن موقفهم، والقلة منهم ما زالوا متشبثين. أنا طلبت من فريق فيصل إحالتهم لمجلس تحقيق عشان يتأدبوا. يتأدبوا يعني ايه؟ أنا بقول لك في مؤامرة يا حكيم بزعامة مدير مكتبك، وفيها تمويل خارجي، وحساب تدفع الجيش، وفلوس تدفع من الأمريكان، ليه تقول لي يتأدبوا؟ أنا برفض اتهامك ليه بالتقصير يا جمال. هو أنا جايبك من سوريا لمصر عشان أتهمك؟ أيوه يا جمال، أنت لما تقول لي في مؤامرة والمسؤول عن المؤامرة ديت مدير مكتبي وحد اكتشفها غيري وأنا ما اكتشفتهاش، يبقى أقل حاجة تتقال إن هو تقصير. لا أنت غلطان، أنا ما قصدتش الكلام ده خالص. إنما في معطيات لازم تتاخد بعين الاعتبار يا حكيم، حتى ولو كانت بتمس أقرب الناس لينا. بلاش الجدعنة بتاعتك يا حكيم. إحنا مش قاعدين في نجاحنا في الصعيد. إحنا في وسط عالم قذر من المؤامرات والمصالح، وفي رقبتنا مسؤولية كبيرة. احنا كلنا عارفين إن الموقف معقد في سوريا من البداية. وأنت عملت اللي تقدر عليه، إنما دلوقتي ما تقدرش تتصرف لوحدك. قصاد كل الخونة دول والتمويل والفلوس تدفع من هنا وهناك. أنا لسه ما خلصتش مهمتي في سوريا يا جمال. أوعدك إن أنا هسيطر على كل الخونة. والجيش كله هيفضل على قلب راجل واحد. ما عادش في وقت يا حكيم، ما عادش في وقت. أفضل ليك ولينا إنك تفضل هنا لحد ما نقرر هنعمل إيه، وإذا كان في خطوة عسكرية ولا لأ. لا يا جمال، لا، أنا لا يمكن أسيب رجالتي والجيش وأرجع هنا. أرجع هنا أعمل إيه الوقت يا جمال؟ جرى إيه يا حكيم؟ أنا اللي طلبت منك تروح سوريا، ودلوقتي بطلب منك حالا تفضل في مصر. ما أنا بقول أنا آسف يا جمال، أنت لما طلبت مني أنفذ قرارك نفذته، بس قلت لك هنفذه بطريقتي أنا، ولو فشلت في الاخر حاكمني يا جمال، حاكمني. اما اسيب مكتبي ورجالتي وضباط المصريين والسوريين وارجع هنا اعمل ايه يا جمال؟ انا هتابع اللي انت بتقول. المعلومات اللي جات لك ديت هتابعها بنفسي، وهثبت لك انها معلومات مغلوطه يا جمال. انا لا يمكن اسمع لحد يتامر عليك، لا يمكن يا جمال، ده العهد اللي ما بيننا.